السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سيمبل ساينس. إذا تخيلنا أنك كنت معرضا للتواجد في مكان ما أثناء حدوث انفجار نووي به، ما هي الطرق التي يجب أن تتبعها من أجل النجاة بحياتك من هذه الكارثة؟ وهل هذا ممكن من الأساس أم لا؟ فالمعروف أن النتيجة الحتمية للتعرض لانفجار نووي هي الموت الفوري. تعرفوا معنا في هذا الفيديو على الخطوات التي يجب أن تتبعها إذا حدث أمر كهذا. العلم الحديث أثبت وجود طرق متعددة يمكن النجاة من الانفجار نفسه، بينما يشكل الإشعاع النووي الخطر الأكبر. أولا عليك أن تسأل نفسك عند مشاهدة انفجار نووي، هل كانت موجة الانفجار أرضية أم جوية؟ فالحقيقة أن هناك فارق كبير جدا بينهما. فالانفجار الذي يحدث في وسط مدينة ما، يجب أن نضع في اعتبارنا المباني العالية وناطحات السحاب الموجودة في هذه المدينة، لأنها سوف تساهم كثيرا في حجب حدة الانفجار النووي بالنسبة إليك. فالعمارات المرتفعة ذات الأدوار المكتظة بالشقق يمكنها أن تحجب عنك قليلا حدة هذا الانفجار بنسبة 50%، كما سوف تساهم المباني في تقليل حجم الحرائق بنسبة 25%. كما أن الانفجار الأرضي يتميز بأن قدرته على جعل المباني تنهار وتسقط أقل بكثير من قدرة الانفجار النووي الجوي الذي يضرب المساكن العالية ويجعلها تنهار فورا. فالانفجار النووي الجوي مصمما لكي يكون أكثر تدميرا من نظيره الأرضي، حيث يحدث الانفجار غالبا على بعد آلاف الأقدام من الهدف، ومن هذه المسافة تسمح للانفجار والإشعاع بالامتداد على مسافة أكبر، بما أنها لا تحدها المباني العالية وغيرها من العقبات. الأسلحة النووية التي تسبب انفجارا جويا له دائرة انفجار كبيرة، إلا أن نسبة التدمير فيها بسيطة. وعلى النقيض من ذلك، فالانفجار النووي الأرضي له دائرة انفجار صغيرة، إلا أن تأثيره التدمير والإشعاعي قوي جدا. بعد كل ذلك، كيف يمكنك النجاة من الانفجار النووي؟ عليك أن تدرك أولا بأن الضوء يسافر أسرع من الصوت، وعليه فإنك سوف ترى الانفجار النووي قبل أن تشعر بحدوثه أو تسمع صوته. وإذا صادف أن تواجدت على بعد أميال قليلة من الانفجار، فينصح العلماء بعدم التحديق بالانفجار، لأن عينيك سوف تتأثر بشدة من رؤية الانفجار. أما إذا كنت في شقتك وهرعت إلى أحد النوافذ لرؤية الانفجار، فننصحك بألا تفعل ذلك، لأن موجة الضغط الناتجة عن الانفجار سوف تكون في طريقها إليك، وبعد ثوان قليلة يمكنها أن تسحق وجهك، كما سوف يتساقط عليك زجاج النوافذ والحطام مسببا ألما كبيرا لك. من الطرق التي ينصح بها الخبراء أيضا هو أن تستلقي على الأرض وتغطي وجهك بأي شيء يتواجد أمامك، لأنه سوف يحميك من الموجة الحرارية المصاحبة للانفجار. كما ينصح الخبراء أيضا بالاختباء تحت مكتب خشبي أو حديدي كأفضل الممارسات في مواجهة الانفجار النووي إذا كنت في منزلك، لأن أخطر شيء في الانفجار هو انهيار المبنى، وهذه التقنية متبعة في حالة حدوث زلازل أو انهيار للمباني. أما إذا صادف حدوث انفجار نووي وأنت في الشارع، فيجب عليك الاستلقاء على الأرض وتقوم بتغطية وجهك بيديك مع دفن وجهك في التراب. في الغالب يكون لديك من 5 إلى 30 دقيقة فقط قبل أن تبدأ لحظة انهيار المباني بعد الانفجار، وهو ما يحتم عليك التصرف السريع واتخاذ وضعية تحمي وجهك أولا في هذه الحالة. وربما يفكر معظم الناس في الاختباء داخل سياراتهم ويهرعون إلى السفر على الطرق السريعة، ربما تبدو الفكرة جيدة نظرا لانتشارها بين الكثير من الناس، إلا أنه لا بد لك أن تفكر مرة أخرى، إذ أن الطرق ربما تكون قد تدمرت بفعل الانفجار، أو أن تكون ممتلئة بحطام المباني، أو ممتلئة بآلاف الناس الذين يفكرون في السفر والهرب مثلما تفكر أنت. كما أن الرياح الناتجة عن الانفجار ربما تلاحقك وأنت في السيارة وتسافر أسرع منك، ولكن تبقى الاستراتيجية الفعالة في هذه اللحظة هو الاختباء في مكانك. يجب أن تفكر في غرفة أو مكان تحت الأرض للاختباء فيه. كما ينصح الخبراء في حالة عدم وجود مكان للاختباء به تحت الأرض، أن يقوم الشخص بوضع الكثير من العوائق التي تحد بينه وبين العالم الخارجي. عليك أن تفكر في 3 استراتيجيات فعالة في حالة حدوث انفجار نووي، وهي عامل الوقت، المسافة،
وعامل الوقاية والحماية. وكلما زادت فرص حفاظك على هذه الاستراتيجيات كلما زادت فرص نجاتك. ينصح الخبراء أن التجمع في مكان ما في مبنى يحد من عوامل سقوطه. كما يؤكد الخبراء أنه كلما كنت على ارتفاع عالي في مبنى ما كلما زادت فرص نجاتك. لديك فرص نجاة أكبر إذا كنت تعيش في الطوابق أعلى من الطابق السادس، لأن الرياح الناتجة من الانفجار تقوم بسحب كل الإشعاع الموجود في الهواء من تحتك. إذا حفظت على عنصري الحماية والمسافة يتبقى لديك عامل الوقت. ربما ترغب في الانتظار لمدة 12 إلى 24 ساعة، وكلما انتظرت أكثر كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لك، وذلك بسبب عمر النصف لأيونات القنبلة والتي تكون قليلا نسبيا، ولهذا فإنها سوف تتلاشى سريعا. ولهذا ينصح الخبراء بالمكوث في مكانك لأطول فترة ممكنة. يتبقى أمامك حماية نفسك من الهجوم ما بعد النووي، حيث تحافظ بالطبع على ارتداء القناع على وجهك طوال الوقت، والابتعاد عن السفر في جماعات. كما ينصح الخبراء بالاحتفاظ بمخزون كاف لأيام قليلة من الماء والطعام، والماء أهم من الطعام في هذه الحالة، حيث يمكنك النجاة لمدة شهر بدون الحصول على طعام، بينما لا يمكنك النجاة من الامتناع عن الماء لثلاثة أيام فقط. يمكنك التأكد من الحصول على الأطعمة المعلبة والمجففة، حيث تحتوي هذه الأطعمة على سعرات حرارية يمكنها أن تبقيك نشيطا لأيام. ويجب عليك أيضا أن تتأكد من أن تبقي نفسك على اطلاع بما يدور حولك في العالم، وأن تحاول الحصول على اتصال بالإنترنت أو أن تحصل على راديو إذاعي. يجب أن تحرص على عدم الانقطاع عن العالم الخارجي، وأن تحاول الاستماع إلى الجهود المبذولة لاحتواء كارثة الانفجار. كما يجب أن تتأكد من اطلاعك على النشرة الجوية، لأن الأمطار مثلا يمكنها أن تزيد من سوء الأوضاع، ولهذا ننصحك بعدم الاستخفاف النشرة الجوية لأنها يمكن أكلاً عن دراسات علمية نشرها أحد المواقع العربية أنه في حالة حصول أي انفجار نووي أو أي نوع من الحوادث التي تؤدي إلى انبعاث اليود المشع في الهواء، فإن هذا اليود المشع والعال الطاقة سوف ينتقل للجسم البشري عبر التنفس، ليقوم الجسم بتخزينه وتجميعه في الغدة الدرقية، مؤديا لسرطانات وأمراض عديدة مرتبطة بالغدة الدرقية. ولكن السؤال هو كيف تعالج حبوب اليود في هذه الحالة؟ حبوب اليود الموجودة في الصيدليات أو يوديد البوتاسيوم والتي تكون بتركيز 150 ملغراما تحتوي على اليود غير المشع، وعند التعرض للإشعاعات فإن الجسم يخزنه في الغدة الدرقية، ما يقلل فرصة اختزان اليود المشع والضار في الجسم، حيث إن اليود من العناصر الأساسية التي تساعد الغدة على العمل بشكل سليم داخل الجسم البشري. عند التعرض للإشعاعات يجب أن يتم تناول هذه الحبوب مباشرة، حيث إن التأخر يقلل من قدرة الجسم من امتصاص اليود غير المشع، وبالتالي حماية الجسم من الأثار الناتجة عن هذه الإشعاعات النووية. ويعتبر الأطفال والنساء الحوامل من الفئات المهم حصولهم على حبوب اليود، كون الأطفال والأجنة هم الأكثر حساسية للتأثر بهذه الإشعاعات. من جهتها قالت وزارة الصحة الأوكرانية إن التعرض للإشعاع يمكن أن يتسبب للشخص في إصابة في الدورة الدموية والجهاز العصبي والمسالك الهضمية. ومع